حدث بحب للحديث شجون، واشرح هواك فكلنا مفتون. هذه الربا حضن لكل فضيلة، فيها الضياء ولؤلؤ مكنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نجاتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر كتاب درس مزدام الترامس. الله نيز ملان بغن إكينش باب فكر الشمس. الباب الثاني السند والمتن ديت سند ومتن حقيقة، ويشتمل على فصلين اكتفصل دان إبارات. برينش فصل أنواع السند وما يتعلق به، سند نينتورلار وونغ تعلقلي موزولر. الفصل الثاني أنواع المتن وما يتعلق به، إكينش فصل دئسا متن نينتورلار وونغ تعلقلي مسالالار. برينش بابتا حديث تؤز نينتورلار، حديث ها سند ومتن إبارات ده، سند ومتن إبارات وغن حديث نينتورلار صحيح زايف حسن قبول النشو وهكذا متواتر أحد قبول النشو أتليان ده. İndi isə sənətin özünü türləri və mətinin özünü alaqıda türlərini bayan qıladı. Demək, birinci fəsildə sənətkə tarixli mövzuları deyəbdi. Əlbəb-ı səni, sənədü vəl-mətin, yanqasimu əyyü hədis qismeyin deyəbdi. Hər qəndi hədis ikdə qısımdan ibarət. Əl-qismu-l-əvvəl, sənət, birinci qısmı sənətdən ibarət. Hüvəl-iqbəru ən tariqil-mətni və hüvə yəştəmilu ələ şeyəyn. Hüvəl-iqbəru ən tariqil-mətin deyəbdi. Sənət bu, متن یولنی یا که متن یولدن خبر بیشتی بود یا که متن نیم یولنی خبر بیشتی بود و هو یشمل علی شیئین اون ده اکتا سنت اس اکتا نرسانه از چیگال دی بود. دیمک سنت بس درس مزد باش دعیت بودیک سنت بلن اسنات نه کلاس بیت معنا دامه بعض اول مال بیت معنا دیش کن بعض لر الاسناد هو الاخبار عن طریق المتن دیش هده اسنات دیگر مز بو حدیث نسند بلند عیتش، وش متن طریق طریق دب، وش سند نیت داد. شو حق ده خبر بیش. قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان دبترب. من ابو متن نیم طریق وش سند حق ده خبر بیش. ونو باش خیلی عیتش، حدیث نسند بلند عیتش، و اسناد تیل داد. وش یو طریق نوزجه یا کی سلسله الرواه راوی لرن سلسله سند نوزجه سند تیل داد. اسناد اسه شو حق ده خبر بیش دیده. بعض در یوق اسناد سند و خبر بیش دیده. اسناد اسا اوشا سلسله الرجال كشيلارنين سلسلاسي ديدي. خلاص بو اختلاف عالملارنا اوزنو شو سوزنو قايسي مانادا اشلاتشيغا قاراب. ديمك بعضلاردا فرقي يوق، بعضلاردا بعض عالملارنا نزد سند بلن اسنادنو فرقلاشادي. مانا بو سند اگر بز سندنو سلسله الرواه الموصله للمتن ديدي، متنغا يتكازوچي راويلار سلسلاسي زنجيري، أنا بقول سند ديسك إخبار بو حق تخبر بينش إسناد ديمس. خب هو يشتمل على شيئين، كنا رسان إذا شغالة ديابته هو سند كبراد ما إسناد كما يعني بايق أجرات شمس بو يجا بو يرد إخبار ديدا. إخبار إكي قبل ميدا سند إكي قبل ناد، يعني سلسلة الرجال الموصلة للمتن وش سند توزد إكتن أرسبار، سند توزد إكتن أرسبار يوكي حتى خبر بيرش دي سيزان مثلا هو الإخبار دي سيزان. حتى إسناد هو الإخبار عن طريق المتن ده سجام خبر بيرش كده نرسل ده إبرات خبر بيرجام بيت نمان خبر بيرده هم راوي لر بار ويردا هم حرب الترابي أزدان ألدنجي راوي دان كندي حدث إشتكان وأزدان كينج راوي جا كندي أيت بيرجام. أنا بنو نمدي لده أدوات الأداة دي لده أدوات الأداة دي لده كده نرسل ده إشكالات. دمك هر كندي سند كده نرسل ده إشكالات. أحدهما الرجال بره مش سلسلة رجال لر بار هر بیت سنت کشیلر بار، اکنون ادوات الاداء دیگه‌ن، ادا کلش سیغلره، بیت ادوات مقصود است سیغلره، کنده ادا خیگن، مثل حدثنا و اخبارنا و انباءنا و عن و قال، حاضر مثال دیگه‌ن دب آیدن نشده، چونکی هر بیت استاد شاگرد که حدیث ایتیب کنده، اوزن استاد دن خانده حدیث اشتکان نیت داد. سمعت فلان دیدم. یا که عن فلان دبایت دادم. یا که قال فلان دبایت دادم. اخبارانه دبایت دادم. من ابو گویا که اکتکشنه سنت اکتکشنه بربرن باقلب ترادیان سیغلر. باقلب ترادیان سیغلر. او طوردن بی واسطه اشتدم. یا که قال دبایت دادم. من ابو نه ادوات الاداء دیل داد.
Demek her bitti senette ravilerin özü var ve bir ravi bile ikinci ravinin arasındaki ada kılıç sigası var. والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. محدثlar سند بلا إسناد بالتمانة ده إشلات شهادة دي يبتو بو بعض محدثlar بالتمانة ده إشلات شهادة بعضlar arasını أجلات شهادة dedik. سند ده سلسلة الرجال الموصلة للمتن دي ده. إسناد ده جانا هو الإخبار عن طريق المتن دي ده. بعض علماء عكسنا أيت ده. بو يرد أيت كان ده. سند هو الإخبار عن طريق المتن دي ده. والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن دي ده. قصة شو يعني برنا ورنا جبرنا إشلات شكام. القسم الثاني المتن إكينش قسم حديثنا إكينش قسم متننا عبارة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام يعني سندنين تجيدين شجرسة يعني سند بارب تجيدين شجرة وشا سوز نما دي لادة متن دي لادة سلسلة بارب وشا بر سوز قد تختجن بسا وشا متن دبت لادة بنا نمسنا باشدا مدام اي توديك 12 بيت كان هو الاخبار عن طريق المتن واما المتن هو ما ينتهي الى غايه السند من الكلام وش عين اوزه دمك سند يتبار وش سند يتبار توختي ديغان شي غيرك ايتلادي خب اند مثال كيلتر يابتو قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا نصح سيده واحسن عباده ربه كان له أجره مرتين بعد سيدك خالص بولب يعني رب سكت رأي لإبادة قصة كان له أجره مرتين ونجا إكبر بر أجر بير لدى هذه اللي يبت فهذا الحديث يشتمل على سند ومتن سند ومتن إبارة يبت أما السند سند حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد شليك من أبو سند تيلاده وأما المتن فهو العمد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين يعني رسول الله نعيد كان سوزلر وش سنات يتبار بتجيه كان شجرة مش ما نشوف سوز ما تندب أتلا ده عند سنة قرين حاضر إمام بخاري حدثنا عبد الله بن مسلم دب ما نشوف حديثنا متننا طريقة يقول حق ده خبر بيرشة وإسناد تيلا ده إخبار عن طريق المتن Şimdi bana şu silsilenin özü sanat değildi. Sanat değildi. Şimdi bu yerde hazır hem sanat hem metinge özü çıkı aladıp durup yukarıdakisinin sanat, bastakisinin metin dedi. Şimdi sanat özü hem iki tane arsına özü çıkı aladı dedi. Birincisi kimler? Rical dedi. Yani bana şu sanatta kimler varken? Abdullah ibn-i Meslem'e, Malik, Nafi ibn-i Umar. Dörtte kişi var. Ve أدوات الأداب dedi. سند توزي أنا اكتن أرسم وزي شكالة دودة. أدوات الأداب ويرد أنا ما بولي يبت. أنا إمام بخاري نوزي أستاذ دان حدثنا دب رواية قل يبت. عبد الله بن مسلمة إمام بخاري نوزي أستاذ لاري وزنين أستاذ إمام مالك دان عم مالك دي يبت. دمك أدوات الأداب وزقر يبت. إمام بخاري حدثنا دي يبت. عبد الله بن مسلمة إسم مالك دان عند برواية قل يبت. إمام مالك وزن أستاذ نافع دان عند يبت. قال أنا عن أنا بلان كت يبت. شنو اللي قال؟ دمك أنا بونا أدوات الأداب دي لات. أدوات الأداة دي لدي خب الفصل الأول إن برينش فصل من أبو إكينش بابتاك برينش فصل أنواع السند وما يتعلق به سند نكتور لاروة ونقطالوخ لموضوع لار ينقسم السند عدة أنواع بركان شطرق بولنا دي سند كل نوع منها يطلق على السند إذا طرى عليه وهي يعني ما نشو سند نحر برطرق الله ده نام إشلت لدي يعني كوي داك نام لار إشلت لدي دي مخش إذا طرى عليه دي جانا يعني إبارة قنديدر نما يعني كل نوع منها يطلق على السند إذا ترى عليه ديابت إبارة ركيك راخ دكتويل يابت منجا يعني ما بقنديم ما نشو باستاجي معلوم برصفاتلار تابلسا شو باستاجي ناملر ولا ناملا ندا يعني جاهدة سند سند العالي والنازل دي لادة جاهدة حديث المسلسل يك حديث المعنى عندي لادة وش سند تاجي طرأ عليه ونداج صفات كقرب سند صفاتي كقرب Mənə şu namlarını bir işlətilədi demək ki, ya o sənətdir, sənət əli deyimiz, ya ki, sənət nazil deyimiz və həkəzə. Yəni, ibarədə işgəl bu gəni bilən, məqsəd sənətdə bir qənçə türləri var, pəsində etiketli uğradı. Sənədül əli və nazil, bu birincisi, ikincisi hədithül müsəlsəl, üçüncisi hədithül müənən və müənən, dördüncisi rivayətül əqran və müdəbbəc, beşincisi əl-müqtəlif və müxtəlif minəl əsmə və ənsəb və mə yiltəhiq bihə, altıncisi əl-müttəfiq və müftəlik minəl əsmə və ənsəb və nəhvihə,
ولارنا همسن بيان كلادة وفي الصفحات التالية سنقف مع كل نوع من هذه الأنواع وقفة موجزة إن شاء الله تعالى فاسأل الله أن يرضى عني وعن كذب يعني كوي داقي صفحة لاردة ونشتر لارنا هرب التاسكي قسقة تختبة الأدد يبت إن شاء الله ناس قصة بقوم شنتو قاعد شكاركة خلامس برنش فاصلنا السند العالي والنازل ديبت عالي ونازل سند السند العالي دبت مقاية الأدد هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر ديت. أولي سند دب كشلارنين عدد كم بغن سند كايت لاد. وزم مثلا شوير جيشة بو سيام بولارد لكن بو نمغا نسبة ديبت بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر ديت. يعني قويا كبو أولي سند بلان نازل سند ديشمز نسبي نرسة نسبي نرسة بولاده يعني قايسدر حديثك نسبة بو آلي ديلاده قايسدر حديثك نسبة بو نازل ديلاده خلاص آلي سند ما قايت لدسة الذي قل عدد رجاله ديسيس كفاية مثلا شنو والش شن آلي سند دب آرادا قواسي تقانجا كم بوسا شنو آلي سند قصبتاند آرادا قواسي تقانجا كب بوسا بو نازل سند نازل ديلاده شنو لقى Endi nisbati ila sanadin axir deyapti. Bu oliy sanad boshqa hadisga nisbatan, boshqa hadisning sanadiga nisbatan oliy deyiladi. Yaridu bihi zalika al-hadis bi adadin aksar deyapti. Ayni shu hadis boshqa sanadda undan ko'ra ko'proq raviylar bilan kelgan bo'ladi. Masalan, Imom Buxoriy va Imom Muslim bir asrda yashagan. Demak, mabodo ikkalasi bitta hadis rivoyat qilsa-yu, Imom Buxoriy o'sha hadisni deylik o'sha ayni bitta hadisni rivoyat qilgan paytda orada 4 ta raviy bor. Imom Muslim shuni 5 ta raviy bilan rivoyat qilyapti. Orada ustozi va hokazo Rasulullohgacha 5 ta. Demak, ayni o'sha hadis bu hadisga nisbatan qalla adadu rijalihi Imom Buxoriyning 4 ta orada 4 ta kishi bo'lyapti. Imom Muslim rivoyat qilganda masalan 5 ta bo'lyapti. O'sha hadis faqat uni Imom Buxoriy rivoyat qilyapti, buni Imom Muslim rivoyat qilyapti. Demak, alladhi qalla adadu rijalihi Imom Buxoriydagi o'sha orada vosita, 4 ta vosita bo'lgan hadis bin nisbati ila sanadin akhar, boshqa sanadga, Imom Muslimdagi sanadga nisbatan yaridu bihi zalika al-hadis, ayni o'sha hadis rivoyat qilingan bi adadin akthar. Imom Muslimda masalan 5 ta yoki 6 ta vosita bilan rivoyat qilingan bo'lsa, ayni shu hadis va bular o'zi bitta tabaqada bo'lsa, demak bu mana unga nisbatan oliy sanad ekan deyiladi. Tushunaligan? والسند النازل سند نازل دبن مقايت لده هو الذي كثر عدد رجاله راوي لارن صان كوبيغان بوسا بو نازل سند دي لده نمقا نسبة بالنسبة إلى سند آخر يريد به ذلك الحديث بعدد أقل ديبت باشقا أزرق يعني أين شو حديث باشقا سند أزرق راوي لابن رواد قلنجان بوسا وشنجا نسبة بو نازل دي لده يعني أين باقي مصالمز ده إمام مسلم داقي بيش تراوي بلان rivoyat qilingan hadis Imom Buxoriyda 4 ta raviy bilan rivoyat qilingan bo'lsa, Imom Muslimdagi sanad nazil deyiladi. Imom Buxoriydagi sanad ali deyiladi. 4 ta bilan rivoyat qilingan bo'lsa, tushunaligi. Faida ma'na al-musalsal 'inda al-muhaddisin. Bu xato tushgan. Chunki musalsal keyin keladi. Tushunaligi. Ya'ni musalsal keyingi mavzuga taalluqli. Bu ham o'sha chop etishda xato ketilgan. Tushunaligi. Çap etilgende hata ketilgen. Etil yaptı ki, يتناول المحدثون العلو والنزول من حيث الاشتراك في طبقة واحدة ديبت. يعني اشا معنى معنى السند العالي والنازل عند المحدثين ديسيز بولور هذا. يعني يقار ده هازر تعريف نعيتيو عند معنى صدبت ما نعيتيبت ديسا يعني عالي والنازل ديجان بيتا ما نمخ صدقل شهده ديسا محدث لار علو والنزول ديجان بيتا من حيث الاشتراك في طبقة واحدة ديجانا بيت طبقة دا اشتراك اتيكيان لرغا نسبتان كل شادبونا بيت طبقة دا لرغا نسبتان طبقة دا مقصد نما اچنش خاشيه قريلر المراد بالطبقة هم الرواة الذين يشتركون في السن بولاد في تشقوغان في السن والشيوخ فالصحابة رضي الله عنهم طبقة والتابعون طبعا دب قويبت طبقة بلشكري وتابع التابعين طبقة دمك طبقة دب ترب هام ياش بربرقة يقن هام بيت شيخ لرده شيريك بوغن لرقة ايتلاد شنالك هام ياشتا
وشرط ماس مثلا واحد ياش تفرق قلش ممكن ون ياش 15 ياش 20 ياش فرق قلش ممكن لكن اساسي مقصد بر عصر ده بولوب بيت استاذدان алышкан ulardan ruvat qilgan shogirdlar ham g'alaba undan bundan ham ruvat qilishgan va hokazo ya'ni shogirdlari ham bir ustozlarda ham bitta masalan nima qilishgan ishtirok etishgan va hokazo buni bir tabaqa deyiladi. Shuning uchun sahobalar tabaqasi, tobiinlar tabaqasi, taba tobiinlar tabaqasi deyiladi. Ya'ni go'yoki sahobalar Rasulullohga shogird bo'lishgan bo'lsa, tobiinlar sahobalarning shogirdlari va hokazo. Mana buni tabaqa deyiladi. Demak, mana hadis bu hadisdan ko'ra oliy ekan, nozil ekan deb bitta tabaqaga nisbatan aytiladi bu. Ya'ni tobiinlarning tabaqasi o'z-o'zidan sahobalar tabaqasidan past bo'ladi. Taba tobiinlarniki o'z-o'zidan tobiinlarnikidan past bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni keyingi asrda kelgan odamning orasida Rasululloh bilan uni orasidagi vosita o'z-o'zidan tabiiy ko'payadi. Tushunarlimi? Lekin bitta asrda bo'lib, boya aytganimizdek, Imom Buxoriy bilan Imom Muslim bitta tabaqadan desak, bitta asrda bo'lsa, bitta tabaqadan bo'la turib, to'g'ri, agarki ustozlik qilgan bo'lsa ham, Imom Muslimga ustoz bo'lsa ham, Imom Buxoriy lekin bitta tabaqada hisoblanadi, chunki bitta ustozlardan rivoyat qilishgan. Qutayba ibn Said Imom Buxoriyning ham ustozi, Imom Muslimning ham ustozi, Kutub sittani hammasining ustozi, bitta Ibn Moja bitta vosita bilan rivoyat qiladi Qutayba ibn Saiddan, qolgan ashabul kutub sittani hammasi Qutayba ibn Said shayx hisoblanadi. Demak, Qutayba ibn Saiddan u ham bu ham rivoyat qilgan. O'sha jihatdan bitta shayxlardan rivoyat qilganligi jihatdan bitta tabaqa hisoblanadi. Bitta tabaqada bo'lib turib, bitta hadisni biri 4 ta vosita bilan, bittasi 5 ta vosita bilan rivoyat qilsa, 4 ta vosita bilan rivoyat qilayotgan Imom Buxoriyni sanadi bunga nisbatan oliy ekan deymiz. Tushunarlimi? Endi Imom Buxoriylardan keyin kelgan, masalan, Imom Bayhaqiylar 400-yildan keyin o'tgan. Ular kelib masalan 7 ta orada 7 ta yoki 8 ta masalan vosita bilan Rasulullohdan rivoyat qilsa, o'z-o'zidan bu Imom Buxoriydan keyin kelganligi uchun u tabiiy narsa u tushishligi. Demak, Imom Buxoriyga nisbatan Imom Buxoriyniki bilan Imom Bayhaqiyni solishtirib, bu bundan oliy ekan demang. Chunki bu nozil bo'lishligi tabiiy bu. Keyin kelganligi uchun. Tushunarlimi? Demak, ali nazil deb turib, min haythul ishtirok fi tabaqatin wahida bitta tabaqada ishtirok etishgan bo'lsa, shunda oliy deyiladi. Oliy va nozil deb shunda aytiladi. Tushunarlimi? Fa in kana ar-rawi anzal fi tabaqati min rawin akhar, qarang, agar rawi tabaqa jihatidan ikkinchi bir rawidan pastroq bo'lsa, pastki tabaqada bo'lsa, fala ya'tanuna bihada. Sanad oliy nozil degan paytda buni nazarda tutishmaydi, bunga e'tibor ham qaratishmaydi. Lianna nuzul hada ar-rawi an zaka zohirun jiddan fi hadhihi al-hala. Chunki o'z-o'zidan ma'lum keyingi kelgan, keyingi tabaqalarda kelgan rawilar bilan o'zlaridan yuqoridagi tabaqaning orasida tafovut bo'lishi tabiiy bu. Tafovut bo'lishi tabiiy. Va misol zalika law rawa imamun min a'immatil hadis hadisan bi isnadayn. Qarang, misol keltiryapti. Masalan, hadis ulamolaridan biri bitta hadisni ikkita isnod bilan rivoyat qilsa, ahaduhuma alin wal akhar nazilin. Fa hada yatanawaluhu al muhaddithuna bid dirasa. Mana buni mana shu mavzuda yatanawaluhu al muhaddithuna bid dirasa degani mana shuni o'rganishadi. Ya'ni ali nazil degan paytda shu bobda mana shuni o'rganishadi. Ya'ni Imom Buxoriyni o'zi, boya Imom Buxoriy bilan Muslimni keltirdik. Imom Buxoriyni o'zi ayni shu hadisni bir joyda 4 ta raviy bilan, bir joyda 6 ta raviy bilan keltirgan bo'lsa. Demak, bu 4 ta raviy bilan keltirgan hadisi, rivoyat qilgan hadis ali deyiladi. Masalan, buni boshqa ustozdan rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Bu ustozi bilan bo'lgan rivoyat masalan 4 ta orada vosita Rasulullohgacha. Lekin boshqa ustozdan ham eshitgan ayni shu hadisni, lekin oradagi vosita 6 ta. Lekin bunga nisbatan bu, bunisi masalan 4 ta bo'lgani oliy ekan deymiz. Tushunarlimi? وكذلك لو روى امامان في طبقه واحده حديثا يكي دمك يقارده بيتا امام dedi بيتا امام مثال keltirdi pastda endi ikkita imom bo'lsa yu ikkalasi bitta tabaqada bo'lsa va aytganimizdek imom buxoriy bilan muslim dedik bitta tabaqada bo'lsa لو روى امامان في طبقه واحده حديثا واحدهما رواه باسناد اعلى من الاخر برن روايته ikkinchi rivoyatidan oli rahusa mana bu alil min nisbati li hadis al-akhar deymiz boshqa hadisga nisbatan bunisi oli hadis ekan deyiladi tushunarlimi أما لو روى إمامان في طبقتين مختلفتين حديثا أما إكتا إمام كلب روايات قصي وحديثنا إكلاس إكخل طبقة دبوسا كأن يرويه البخاري بإسناده مثلا إمام بخاري كلب أذن إسناد من روايات قصة ثم يرويه البيهقي نفس هذا الحديث بإسناده إلى البخاري به ديبت كين إمام بيهقي كلب أين شو حديثنا أذن إسناد بلان بخاري جتشا وبخاري دان كين به ديگان وش إسناد بلان أذن بلان يعني بخاري روايات قلقان إسناد بلان روايات قصة ya'ni Buxoriydagi hadis 4 ta vosita bor, Imom Buxoriyda Imom Bayhaqiygacha yana 3 ta vosita bor deylik.
Demek İmam Bayhaqi öz özden Resulullah bilan onun arasında yetti bo'ladi. Yani aynı şey İmam Buhari rivayet qilgan hadisini şu sanat bilan rivayet qilayotgan bo'lgandan keyin İmam Bayhaqi'nin sanadi nozil ekan İmam Buhari'ninkiga qaraganda demek o öz özden nozil ekanligi aniq narsa. Bu mavzuda onu bahs qilmaydi. Bitta tabaqada bo'la turib bir oliy bir nozil bo'lsa mana bu yerda keltirilgan mavzu shu haqda. فهذا لا يتناوله المحدثون بالدراسة بنا محدثلار دراسة قلب أرغان بوترش ميدا لأن إسناد البخاري أعلى من إسناد البيهقي وز أزدان بخاري إسناد البيهقي نكدان آلي لتأخر البيهقي عن طبقة البخاري بيهقي بخاري طبقة ستان كين كي جان لغوشن فائدة كينش فائدة العلو نوعان علو إكخل ولد أحدهما علو مطلق هو الذي تقدم تعريفه مطلق علو مطلق علو هو يقارد تعريفه التديابت بعضلار نما ديشهده علو المطلق هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف ديشهد يعني رسول الله كا يقن بولش يعني رسول الله كا تبوغان سند قانچه كم بوسا شنچه آلي بولاده وبو قانق علو مطلق ديلاد علو مطلق ديلاد علو نكينش تربر علو نسبي ديلاد وهو قلة عدد رواة السند بالنسبة لإمام أو كتاب آخر ديات معلوم بر إمامگه نسبتاً یا که معلوم بر کتابگه نسبتاً سنتنا عالی بولشه بو اند نسبی دیلاده مثلاً امثله ان یروی اثنان من طبقة واحدة بونه نمدیمس علو نسبینه القرب من امام من ائمة الحديث او القرب بالنسبة الى رواية احد الكتب الستة مثلاً یا بر إمامگه یقن بولش آراده اگه سنت کم بولشه یا بران بر کتابلرنه روایت ده آراده اگه سنت کم بولشه هذا مثال كيلتراده أن يروي اثنان من طبقة واحدة حديثا عن شيخ أحدهما يرويه بسند أعلى من الآخر ديبت قال بر طبقة داقي اكتكشي بر شيختان حديث رواية قل السايو بر نساند اكينتسدان علي رحبوسا بيرد شيختان مقصد وزن بيواسطة شيخ نزل ده تطلما يبت لكن جاء إمام من أئمة الحديث يقارد ايتكندك معلوم بر إمام لها نزل ده تطلبت مثلا إمام بخاري İmam Malik'ten bir tavasıta bilen rivayet kıladı. İmam Malik'ten doğrudan doğru bir vasıta işitmeyenler. Çünkü yukarıdaki misalını getirdik ki senet bilen metinde misal getirdi. Kale el-Bukhari, biriz 13. bitti. Kale el-Bukhari, haddesene Abdullah ibn-i Mesleme an Malik dedi. Demek İmam Malik'te şagirtiden rivayet kıyanlar. Muhatta'daki köp kitabını İmam Bukhari sahihte bir tavasıta bilen rivayet kıladı. Çünkü İmam Malik'te bir vasıta kurmayanlar. Şimdi kimdir? İmam Buhari'nin tabakası da böyle durup mesela İmam Malik geçe iki tek kişi arkalı yetişse iki tek kişi arkalı yetişse demek ki İmam Malik'in şagirdlerinin şagirdlerden agen bulsa ve bu İmam Buhari'nin bir tabakada bulsa bu ne deyildi? Bana bu Buhari'ninkine nispeten nazil buladı. Nazilliği kayısı fakat İmam geçe hesaplı yaptı halas. Şuna ligen İmam Malik geçe bu kendimine itibarga alışı yaptı. Şimdi İmam Malik'te özünde mesela muvattası da gâhıda ikide buladı aradaki senat gâhıda üçte buladı o hakeza yok ki dörtte buluşu mümkün bu şimdi hadisler harhalk iledi. Keyin sayıda yaptı ki en yeru yesnâni min tabaka vâhide kitâben ahaduhuma yervihi bi senat a'lâ minel âkhar diye yaptı. Bir tabakadaki iki tek kişi bitti kitaptır vâhid kıladı biri senat ikincisine âli râh buladı. Mesela آب گلمنده اسم چک کرد. مثلاً اش امام بخاری گذاشته یا که امام مسلم گذاشته بگن سنت‌لر. یعنی حاضر مثلاً شیخ حامد تنام، مثلاً شیخ صالح حسینی و حاکزه اش لردن. مثلاً امام مسلم دن سنت‌لر. الان گن اش سنت‌تا امام بخاری گذاشته. مثلاً امام مسلم دخول گن بسه امام مسلم گذاشته بولگن. استاد صالح حسینی مثلاً کوشاسس و یکار گذاشته نشته. کیم دادر مثلاً اتست بولاده. اکنچه بر شیخ ده مثلاً Köprak yaşayan alımlardan agen bulsa mesela onun arasındaki vasıta 28'de buluşu mümkün. Yani iman nime geçe? İmam Bukhari geçe bu gen vasıta mesela. Yok ki 25'de buluşu mümkün. O hakeza. Şunda nime kılınadı? Bana bunu ki bunun karagende aliyeyken deyildi. İkalesi bir tabakada bir zamanda böyle yaptı. Lekin İmam Bukhari geçe yok ki İmam Muslim'in kitapta rivayet kılıçtaki aradaki vasıta nıksa olup çıksayız. Bunikiden buniki mesela bir az bir köprak bulsa ha bunun nispeten bu senede aliyeyken deyildi. Çünelgen. Bu hayır geçe, o şey kitapta rivayet kıyınca. Bu oldu ki kitaptaki yeni sanatlar uyağı her bitti sanat harhal indi. Her bitti sanat harhal İmam Bukhari'de. Çünelgen.
فائدة üçüncü فائدة لماذا الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل نما üçün عالي إسناد نازل إسنادتان كرة أفزل نما قام مثلا بو موضوع إتوار بيرشادة عالي إسناد نازل إسنادتان أفزل خصبتان ديلسة لأن الإسناد العالي أقرب إلى الصحة çünkü عالي إسناد صحيح بولشكا يقن راق وقلة الخطأ من الإسناد النازل نازل إسنادكا قرقاندا خطأ بولش لغي أزراق وشتيدة لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه ديت çünkü إسناد تاقي نشتك شبو ماسن حرب التاسن خطأ قلش احتمال برده أزبو سيان شو كشلار صانو كوبيسا خطأ قلش احتمال كوبيادة أزايسا خطأ قلش احتمال أزايادة فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظنة الخطأ ديبت قانت واسطة كوبيسا سند أزنبسا خطأ قلش هم شنش احتمال كوبيادة çünkü âli senet, nazır senetten göre erzal hesaplanadı. وَكُلَّمَا قَلَّتِ الْوَسَائِتُ وَقَصُرَ السَّنَدُ قَلَّتْ مَظِنَّةُ الْخَطَئِ وَكَانَ أَقْرَبَ لِلصِّحَّةِ İndi vasıta kança az bu ise, senet kıska bu ise, hata kılış ihtimali kemeyedi ve sahip oluşluğu yani yakın rahbu oladı. Dörtüncü fayda, مَتَ يَكُونُ النُّزُولُ أَوْلَى مِنَ الْعُلُوِ Kaçan nazil bugün senet, âli bugün senetten hem göre erzal hesaplanadı. Özü aslı da, âli senet nazıldan belenturadı. Lakin Kaçan nazil bugün senat aliden göre afzal buladı. İ'lem rahimenillah ve iyyak ennehu in kana fi'n nuzul maziyya leyset fi'l ulu. Eğer nuzulda uluda bu megan maziyya busa bir hususiyet busa mesela ki en yekuna rijalu awthaka minhu. Doğru mesela İmam Buhari'deki hadis 5 teravi dilik. Mesela İmam Müslim'deki aynı şu hadis 4 teravi. Lekin İmam Buhari'de göre 5 teravi, 5 elasını yam, hifzi, sikaligi, mesela İmam Müslim'deki ravilerden küçülü rahbusa. Eğer ki bu Türk'te ravi bilen rivayet kılıngan bu seyem, Ali bu seyem, lekin bana bu nazil bugene afzal rahbuladı, çünkü ondaki her bittesi, nemesi, neme dedi, her bittesi kişiler mesela sikarak, nelgi ravilerge karagendi. Av afqah, av ittisal fihi azhar diyebdi. Al ittisal fihi azhar neme degeni? Mesela bu 5 de vasıta bilen rivayet kılıngan her bittesi özün ustazdan semi'tu, semi'tu, semi'tu diyebdi. Lekin bu yerde 4 de bugün bilen an bilen rivayet kılıngani var. An bari bir ihtimal var da ihtimal özden işitmegendir degen ihtimal buluşu mümkün. Bana şunda senet nazil aliden göre afzal buladı diyebdi. Şuna hafif etti. فَلَا تَرَدُّدَ فِي أَنَّ النُّزُولَ حِينَ اِذٍ اَوْلَى Bana şuna kahalatlarda nazil senet, a'la senetten göre أولى بولادة يعني بويا مصطلح تاجي تبش مخبولار كندا يعني نازل سنة عالي سنة تان كاشان أفضل بولادة في اختلاف كوشري وصول في اختلاف كاشان تخليت كلش اشتهات تان أفضل بولادة بس أفضل اشتهات شو ديم اشتهات تخليت تان أفضل اشتهات كلش تخليت تان أفضل لكن جو أخذ تخليت كلش اشتهات تان أفضل بولادة كاشان قبل خدرش تديش هذا يعني Adamlar yaşayıp dururken, ahalı barcaydı. Böyle mihman bulup çüşseyiz, mihmanhanaya ve hakeza. İçtihat kılışı hakkız yok. Öz işçe yıldızı karab, kıvlan tapışıca içtihat kılabilirken bir ilmiz bu seyem. Adam ki çıkıp taşkardan kimdendir sorab kıvlan bilvalışılıkta ilacı olsa, işte sorab kayıtlarla bilvalışız bu taklit. Lakin içtihat tapışız bu öz izni içtihatıyız. Öz işe taklit kılış farz buladı, içtihat ütmeydi etti. Afzal buladı. Bitti ya meşe. Nazil bugün senet aliden göre afzal bugün gibi bitti misal bu. Hop, İmam Bukhari'de az misal kiltirsek. İmam Bukhari'deki en ali senet kaysa? En ali senet arada üçte vasıtayken. Yani İmam Bukhari bilen Resulullah geçe fakat üçte vasıta. Ustazı, tabi'in, kin sahabe. Yani bana bu ثلاثيات البخاري دي شاد إمام بخاري صحيح داگه إن علي سنت أرادة 3 سنت بولوشي بعض دار 22 سنشكن بعض دار 23 ديشكن يعني وشا 7000 دان أرتق حدثنا أرسدا 22 تسي علي سنتنا رواية قلنجن ونه كبش الغلاموالر الله ده شرح لشكن مانا شو شرح ثلاثيات البخاري ده مولا علي قارين كتاب بار برماوين شرح ثلاثيات البخاري ده كتاب بار هذا مثلا سفارينين كبار شرح ثلاثيات البخاري وشافقات كنا اشتالك اسناد من الروايات قلنا حديث لان توب لابتر وشاخ لاشكا
إمام بخاري ذاك برينش ثلاثي حديث. إمام بخاري أي تذكي حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة سلمة بن الأكوع. غالبا ثلاثي لر ما نشو سنة بلان مكي بن إبراهيم نشت سيس إمام بخاري أستاذ ما نشو مكي بن إبراهيم يزيد بن عبيد تن ويسى سلمة روايات قلادة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار. أنا شو حديث عقده ابن حجر فتح الباري ذا يتذكي. وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري ذا كان بخاري ذا قبرين ثلاثي حديث ذا كان مش أين أولي سنة صفنا هذا بخاري ذا. وقد أفردت فبلغت أكثر من 20 حديثا يعني بو حديث لار ثلاثي لار على أخذ أجرات على أخذ كتاب ذا يازل كان يقر مدى أرتك حديث بار ذا بتوش يقر ما يكتا سنش كان بعض ذا يقر ما يكتا سنش كان. خب أين نازل سنة بخاري ذا تساعي ديش هذا تقصت أرادة واسطة بار يعني إمام بخاري بلا رسول الله نارسته تقصت أرادة واسطة بار وقام حديث بار بو بار يوغو بيت حديث بو إمام بخاري ده 7135 حديث. إمام بخاري أيتاد لركي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل حا ده جانا يعني تحويل إسناطنا تحويل قلب يعني باشقا أستاذ دان يعني إسناط باش دان باش ليده وحدثنا إسماعيل ديابت يعني حادان كين وحدثنا إسماعيل دسا بو إسماعيل إمام بخاري نوزن أستاذ يعني بو معنى شو حديث أوزن حام أبو اليمان دا نشت كان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري ديابت حاد بترب وحدثنا إسماعيل ديابت لمك إمام بخاري اكتا أستاذ دان حام أبو اليمان دا حام إسماعيل دا نشت كان. إن قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش كين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزيعا يقول هذه السنة تقص ذلك من أبو إيه نازل سنة تيلاد إمام بخاري داقة نازل بغان سنة تيلاد باريوغو بيتكي غان دياب. ابن حجر أيتذكي في شرحه لهذا الحديث وهذا السند كله مدنيون دياب يعني سنة تايكشلر نحمس مدنيلار از كينج مامزغا مصال بولادو مسلسل حديث يعني مسلسل بالمدنيين ديش هذا يعني زنجر حمس مدينة لك محدث لردان إبارة ديجانا. خب هذا السنة كله مدنيون وهو أنزل من الذي قبله بدرجتين ديبت أزدان ألدين جدان إكي درجة بسراخ ديبت أزدان ألدين جدان بمنا ديبت أزمانوش حديث إكتا سنطنا روات قليبت لار. أرين ده حدثنا برينش ده حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري ده قال إمام زهري قتا نشتا واسطة بار إكتا أبو اليمان أخبرنا شعيب ديابت وبرينش إسناد زهري دان بياغ برخل كتا ده بس تاق إسناد بلا يعني كينج أستاذ إسماعيل دان قرين حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن عتيق عن ابن شهاب ديابت ابن شهاب كي يتكنش تورتا وليابت يقارد وش زهري جيت واقن شيء اكتاجنا يده واسطة إمام بخاري بن زهري نارس بير داس ترت واسطة بليبت كي إمام زهري دام بياق برخل كتاده سنة إكلاسنا سنة برخل كتاده شو نلقى شو نشوف شيخ ابن حجر يتبت كي وهو أنزل من الذي قبله بدرجتين دجان شو شو كي إمام أول قصة دا إمام زهري جا إشتا إكتا رابي بلن يتيات وده ونص دا إمام زهري جا ترت رابي بلن يتيات شو نلقى ما نبو يردا قايسنگا مثال келтирамиз имом зуҳрига нисбатан бухорини ўзи mana shu bitta hadisni ikki xil rivoyat qilyapti-da bir imomga nisbatan yaqinligi qurbun nisbi deymiz buni imom zuhriga nisbatan qaribligi bitta sanatda yaqinroq bo'lyapti birida uzoqroq bo'lyapti bin nisbati li imom dedi-ku ulu nisbida an yarwi athnan min tabaqa wahida hadith an shaykh ahaduhuma yarwihi bi sanad a'la min al-akhar bu ikkita kishi bo'lishi mumkin bitta imomni o'zi ikkita sanatdan rivoyat qilib biri ikkinchisidan Ali buluşu mümkün. Şunallıya. İkinci faslını alasın. Yeter. Şehit taktiğimizde. Subhanakallahum bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyh.